في حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نثبت ونعرف الطوابع الكانون بيكسيما الجي 2460، وكمان هنعرف مع بعض ازاي نثبت تعريف المسح الضوئي اللي هو الاسكانر، وكمان ازاي نستخدمه. كل ده هنعرفه مع بعض لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ازاي نعرف ونثبت تعريف الطابع الكانون بيكسيما الجي 2460، وكمان هنعرف مع بعض ازاي نثبت ونستخدم المسح الضوئي او الاسكانر الخاص بالطابع. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر على طول ونعرفه الخطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. مبدئيا كده انا سيب لكم لينك او رابط تحت في الوصف، ده في نسخه من الاسطوانه الاصليه المرفقه مع الطابع. وبعد ما تحمل التعريف اللي موجود في الرابط اللي في الوصف هتفتح عادي داونلود او التحميلات عندك، هتلاقي الملف نزل لك بالشكل ده، كليك يمين عليه ثم نختار اكستراكت هير. هيطلب منك باسورد، الباسورد من 9-1 عد تنازلي 9-8-7-6-5-4-3-2-1، وبعد كده ننتظر لحد ما الملف يفك الضغط. وده منظر الملف بعد ما تفك الضغط، ضغطتين عليه ثم هنختار اول اختيار وين، ثم هنختار اول اختيار درايفر، ثم هنختار ثاني اختيار مكتوب، ثم هنختار اخر اختيار سطب 64. ولازم في الخطوه دي تبقى موصل الطابع بالكابل اليو اس بي. هنختار يس، اول حاجه هنختارها نيكست، ثم هنختار يوروب ميدل ايست افريكا نيكست، ثم هنعمل يس، ثم هتلاقي الطابع بتاعتك بعد ما وصلت الكابل اليو اس بي بتقول لك جي 2060 سيريز، وده رقم السيريال نمبر الخاص بالطابع، وبيقول لك ان انت هتوصلها لليو اس بي، لاننا عارفين ان الطابعه دي ما فيهاش خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، فهي هتوصلها من خلال الكابل اليو اس بي اذا كان كمبيوتر او لابتوب. فهنختار عادي جدا بالازرق كده ثم نضغط على نيكست، وهنا بيقول لك انستلنج يعني جاري التثبيت، وهنا بيقول لك تم تثبيت التعريف بنجاح، هنعمل اكس. وبكده عرفنا تعريف الطابعه بكل سهوله. طب دلوقتي عايزين نعرف مع بعض ازاي نعرف الاسكانر او المسح الضوئي وازاي نستخدمه. فالخطوات كالتالي، هندخل بردك على الملف التعريفات اللي احنا نزلناه من على النت داونلود، وهنخش عليه عادي جدا، ثم نختار راين، ثم نختار درايفر، ثم نختار اخر اختيار اسكان يونيتي، ثم نختار اسكان يونيتي، ثم نختار الاختيار اللي قبل الاخير وهو السطب، ثم نختار يس. اول حاجه هنعملها هنختار نيكست، ثم هنختار يس، ثم بيقول لك هنا تم تثبيت تعريف المسح الضوئي بنجاح، هنعمل كومبليت، هنقفل الصفحه دي عادي جدا. واول حاجه هنعملها قبل ما نروح على خطوات المسح الضوئي نتاكد اننا عرفنا الطوابع بنجاح، هنروح على كنترول بانل او هتختار اختيار كنترول بانل عادي جدا من اي مكان عندك، ثم هتختار فيو ديفايس اند برينترز. فانا عندي طوابعات كتير جدا، دي الطوابع اللي احنا معرفينها، وعشان نتاكد هنشيل الكابل اليو اس بي من الكمبيوتر عادي جدا، ولو انطفت يبقى هي اللي عرفناها. زي ما شايفين الطوابع اختفت. لو ركبنا الكابل اليو اس بي دلوقتي اهي نورت وهي دي الطوابع بتاعت. طب دلوقتي ازاي نستخدم الاسكانر او ازاي نستخدم المسح الضوئي؟ وعندك طريقتين تقدر تستخدم بيهم المسح الضوئي، اول حاجه عن طريق الكمبيوتر، وتاني حاجه عن طريق الطوابع، والخطوات هنوضحها مع بعض دلوقتي حالا. فاول حاجه لازم نبحث على البرنامج الخاص بالاسكانر، وعندك خطوتين تقدر تعرف بيهم البرنامج. اول حاجه لو انت عندك ويندوز 10 فهتختار قائمه الستارت عادي جدا، وهتنزل تحت لحد ما يجي لك كانون يونيتي اهيت، هو ده البرنامج الخاص بالاسكانر. هنطلعه عادي بره عادي جدا كده بالماوس ونسيبه هنا، ده برنامج الاسكانر. طب ولنفترض ان ما عنديش ويندوز 10 او البرنامج ده ما لقيتهوش، اعمل ايه؟ الخطوات كالتالي، هندخل على ماي كمبيوتر او بي سي، وهنختار بارتيشن السي او البارتيشن اللي فيه الويندوز والبرامج، ثم هنختار بروجرام فايل 86، ثم هندور على كلمه اسمها كانون اهيت، ثم هنختار اول اختيار اي جي كانون يوتيلتي، والابلكيشن هتلاقيه هنا اهو زي ما هو واضح قدامكم، اسكان يوتيلتي هو دوت، ضغطتين عليه عادي جدا، وممكن تسحبه كده ماسكين بالماوس اهوت ونقف هنا ونطلعه بره عادي جدا، ده او ده اللي تقدر تعملهم اسكان. طب ازاي نعمل سكان؟ هنحط ورقه على ازازه الاسكانر وكاننا هننسخ الورقه دي، وبعد كده هنفتح الملف بتاعنا عادي جدا او البرنامج بتاعنا عادي. اول حاجه قدامك مكتوب برودكت نيم اللي هو اسم الطوابعه، هنلاقي عندي كذا طوابعه، فالطابعه بتاعتنا اسمها كانون جي 6020 سيريز، نختار عشان لو اخترنا طابعه ثانيه مش هتشتغل معانا. وعندك اوتو ودوكمنت وفوتو، اوتو دوت اللي انت ايه هتسيفه على طول بدون ما تختار اذا كان دوكمنت او فوتو، والدوكمنت دي لو ضغطت عليها هتطلع لك سكان بي دي اف، والفوتو هيطلع لك سكان جي بي جي. طب تعال نجربه. بعد ما حطينا الورقه اللي احنا هنا هنختار وليكن دوكمنت، هنا بيقول لك سكاننج جاري المسح الضوئي، ما تفتحش باب الاسكانر اثناء عامل سكان، والرساله اللي قدامك دي هتظهر لك في حاله واحده فقط، لو انت عملت بي دي اف، والغرض من الرساله ديت انك تقدر تضيف اكتر من ورقه بي دي اف في ملف بي دي اف واحد، فلو انت عندك ورقه ثانيه حطها مكان الورقه اللي موجوده في المسح الضوئي ثم اختار سكان، لكن لو انت عايز تعمل الورقه دي فقط سكان فهتعمل اكست وتنتظر لحد ما يفتح لك الملف ويقول لك هي دي. زي ما انتم شايفين دي الورقه اللي انا عملتها سكان. طب عايزين نعرف الورقه
الورقه دي او الصوره دي اتحفظت فين. الموضوع كالتالي، هنخفي مؤقتا الصفحه ديت وهنخش على دوكمنت هنا ونختار دوكمنت. هنلاحظ ان الورقه بتاعتنا اهي قدامنا مكتوب عليها تاريخ النهارده 8/6/2022. ده عادي جدا عشان دي بي دي اف، وزي ما انتم ملاحظين دي الورقه اللي انا عملتها سكان. طب دلوقتي عايز اعرف ازاي اعمل لصوره. هنحط نفس الورقه او الورقه اللي انت عايزها، ثم نختار فوتو. وزي ما انتم ملاحظين ما قاليش عايز تحط ورقه ثانيه ولا لا، عشان هي صوره مش ملف بي دي اف، وما ينفعش تضيف كميه صور مع بعض. كده عرفنا ازاي نعمل سكان من عن طريق الكمبيوتر. طب تعالوا دلوقتي نعرف مع بعض ازاي نعمل سكان عن طريق الطابعة، والخطوات كالتالي. اول حاجه هنعملها هنجيب المستند اللي انا عايز اعمل له سكان، ونفتح باب المسح الضوئي عادي جدا، ونحط الورقه وشها للاسفل لان الورقه دي عندي وش وظهر، ونقفل باب المسح الضوئي، ونيجي هنا عند الزرار ديت ونختار سكان. تمام، سكان مدور، ثم هضغط على اوكي. نفس الشكل والاختيارات اللي موجوده في الكمبيوتر، اوتو سكان دوكمنت فوتو. انت عايزه صوره ولا عايزه بي دي اف ولا انت عايزه اوتو سكان؟ فهنختار مثلا دوكمنت ثم اوكي. هنا بيقول لك سكان سايز، يعني حجم السكان او حجم الورقه. لو ضغطت اوكي هيقول لك هل عايزه اي 4 ولا ليتر، تمام، ولا 4×6، عايز حجمها ايه. فانا هختار طبعا الاي 4. بعد كده هتلاقي اختيار اسمه داتا فورمات، ما تلعبش فيه خالص. ثم ثالث اختيار معانا هتلاقي سكان ريزولوشن، يعني جوده الاسكان او دقه الاسكان. ضغطت اوكي هتلاقي 300 دي بي اي، اعلى حاجه عندك 600 دي بي اي. طبعا كل ما الدي بي اي بيعلى كل ما الريزولوشن بيبقى اقوى، وكل ما الاسكان بيبقى بطيء شويه. فانا هختار وليكن 150، ده افضل لي عشان هي ورقه دوكمنت. ثم اوكي. ثم بعد ما نخلص خالص نرجع خطوه لورا، وعندك هنا اختيارين، عايز تعمل سكان ده بالالوان ولا عايزه بالابيض والاسود فقط. فانا هختار بالالوان، وهنا بيقول لك بليز ويت. لو رحنا لجهاز الكمبيوتر هتلاحظ ان ظهر لنا رساله بتاعه الاسكان، وبعد ما تخلص الاسكان لو جيت رجعت للطابعه هيقول لك كونتينيو يس ولا نو. لو في ورقه ثانيه هتضيفها في نفس الملف البي دي اف فهتحطها في الاسكان هنا، ثم تختار يس. لو هي ورقه فقط فهتروح لنو هنا وتضغط اوكي. ثم هتلاحظ هنا ان الملف هيفتح معاك المكان اللي اتعمل فيه سكان. ده بالنسبه لو انت هتعمل سكان من الطابعه وتختار ملف البي دي اف. زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك حجم ورق الاسكان اي 4 وصيغته بي دي اف والريزولوشن 150 دي بي اي. طب وليكن انا عايز اعمل صوره ازاي؟ هنحط بردك ورقه في المسح الضوئي، ثم نختار هنا اسكان، ثم نختار اختيار منيو، ثم هنختار اوكي هنا، ثم هنختار فوتو اوكي. هنخش هنا على سكان سايز ونضغط اوكي، ثم هنختار حجم الاي 4، ثم هنختار داتا فورمات، هنتاكد ان هي جي بي اي جي عشان هي صوره اوكي. وهنا مكتوب سكان ريزولوشن وضغطنا اوكي. لو انت عايز تزودها عشان هي صوره هتخليها 600 دي بي اي ودي اعلى حاجه. ثم هنختار اوكي، ثم نرجع خطوه لورا. هتلاحظ ان بيقول لك ان حجم الورق اي 4 وصيغتها جي بي اي جي اللي هي صوره، والريزولوشن 600 دي بي اي. ثم ننزل تحت خالص كده ونعمل سكان عن طريق الالوان، لكن الاسكان هيكون بطيء شويه لان انا عليت الريزولوشن او جوده او دقه المسح الضوئي. وزي ما انتم شايفين ماشي ببطء عشان انا اخترت اعلى حاجه لدقه وجوده الاسكانر، وهي 600 دي بي اي نقطه على البوصه. وزي ما انتم شايفين هو ما قالكش على الطابع عايز ورقه ثانيه ولا لا، عشان دي صوره مش ملف بي دي اف، ودي الصوره اللي احنا عملنا لها سكان. زي ما هو واضح قدامكم دي الصوره اللي احنا عملنا لها سكان بجوده عاليه. ودلوقتي لو حبيت تصور فمش هينفع تصور على الطريقه دي، لازم تضغط على زرار الكوبي، وكده اتحولت لكوبي مود. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى كنا عجبكم. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.